عايزين بقى نتكلم عن نادي الزمالك. نادي الزمالك رجع مره تانيه بعد يعني عده، عايز اقول تعثرات، تعادلات بالجمله، خسارات، ولكن رجعنا مره تانيه ثالث مباراه على التوالي نقدر نفوز. شفت فوز النهارده ازاي يا كابتن؟ طبعا مبروك طبعا نادي الزمالك وجمهوره. الموضوع الفنيه شويه، نادي الزمالك الفتره اللي فاتت تذبذب باين في الناحيه الفنيه، بيغيب من عندك اسماء كتيره قوي وبتجرب عناصر شابه برضو، الوعي الخططي بتاعهم مش كافي برضو، فاهم؟ وناقصك ناس كتير، فطبيعي المستوى الفني يبقى متذبذب، يبقى متراجع شويه. النهارده لحد ما الشوط الثاني الزمالك لعب كره شويه كويسه الحمد لله يعني، بس الناحيه الفنيه الى حد ما اذا انت بتتكلم متعثرين بتقل، ليها اسبابها طبعا، يعني ليها اسبابها، عناصر مهمه في الفرقه ما تبقاش موجوده، زي ما انا قلت لك برضو انت بتطلع ناشئين الخبره بتاعتهم مش كافيه، وكمان انت النتائج من البدايه، من زمان كنت بتكلم معاك من بدري، مش موضوع ان انت تقيم الزمالك في الدوري شويه كان بعيد، انت من بدايه الدوري اسوريو كان خسران بنات كتير قوي، وفي بدايه الدوري حوالي بعد 12 ماتش كان خسران 14 بوينتس باين او حاجه زي كده، فكتير قوي، فانك عشان تستنى مردود كويس من الفرقه في ظل المشاكل، في ظل برضو الغيابات، فكويس انك بتطلع بنتيجه ايجابيه 3 بوينت، بتحسن من مركزك في الدوري طبعا. بالنسبه لك اهم المكاسب من المباراه، يعني انا لو سالتني سؤال زي ده اقول لك انا بالنسبه لي الناشئين بيبداوا واحده واحده ياخدوا ثقه. انت ليك رؤيه ثانيه، ايه اهم المكاسب من المباراه زي دي؟ طبعا انا مش موضوع رؤيه تانية ان انا ضد ناشئ او حاجه، لا طبعا طبعا الناشئ بيتعلم وبياخد خبرات وبيغلط والكلام ده كله، طبعا الزمالك عنده فرصه كبيره قوي ان هو يجرب ناس فيها في التفاصيل دي، ويشوف ناس من ناشئين كتير، الوضع منافستك على الدوري يديك الاحقيه ان انت تشوف وتجازف انك تشوف ناشئين كتير، بس انا شايف ان مردود منهم شويه عندهم الهيبه، يعني الملفت ممكن اتنين لاعيبه ممكن يبقوا ملفتين شويه، وانا مش هحدد اسماء برضه عشان دول ناشئين، فاهم يا مينا؟ برضه لازم، ما انا مش هقدر اقيم من ماتشين ثلاثه برضه ما تظلمش، وبيلعب في وسط، فاهم؟ طبعا هيبان بوادر منه ان اذا كان هو لعيب كويس او لا، بس لازم برضه لما انت تحط ناشئ يبقى لا عنده الامكانيات الكافيه ان هو يعاصر الكره مع الفريق الاول ويعاصر القوه والجري. انا اشوف ناس موجوده في التيم اللمسه الفنيه بتاعتهم كويسه وعندهم المهاره وعندهم التكنيك في الاستحواذ وعندهم حاجات كتير والدريبل، بس الوعي الخططي بتاعهم بعيد قوي، تمركز امتى ياخد قرار ان هو ياخد القرار انه يقطع قبل المهاجم او لا، يشوط امتى، يباص امتى، في تفاصيل كده هي دي بالخبرات والمواقف، انما حد ملفت فيهم قوي ممكن المساك احمد مجدي شويه بيعرف يباص الكره من تحت، بس برضه حته تمركزه غلطه النهارده كانت قله خبره؟ موضوع الغلطه اي حد معرض ليها، بس هو ممكن كان لو اخذ الخطوتين اسرع، يعني هو رتمه عشان رتمه هادي شويه، يعني ستايل لعبه قريب للكابتن وائل قباني، بيحب يباصي، بيعرف يباصي برجله كويس على فكره، الشمال ويمين بيطلع الباص صح وكويس، بس لازم يبقى عنده الشراسه ان انا بدل انا اوكي الكره جايه بالعرض واشيلها، لا اخد الخطوتين ويبقى عندي التركيز ان انا اطلع واقف بدري شويه اصلا، اروح خطوتين بدري بدل ما الكره اللي تجيلي، يعني الكره ما تجيليش، لا انا اللي اخد الخطوتين واشيلها، فانا مع الوقت هيتعلم.